الفريقين للوحدة والتعادلية في مجلس النواب مجلس المستشارين نظموا يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية، وكانت فرصة لتقييم هذا المشروع انطلاقا من أولا وجهة نظر حزب الاستقلال الهادفة إلى تحقيق التعادل الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، ثانيا إلى دقة الوضعية التي نعيشها في بلادنا وهي أزمة الثقة الذي تزداد اتساعا يوما بعد يوم. وتم اعتبار بأن مع الأسف هذا المشروع قانون المالية فهو يفتقر إلى رؤية لتجاوز هذه الإشكاليات المطروحة، يفتقر كذلك إلى إرادة لتطبيق التوجيهات الملكية في مجال تقوية القطاعات الاجتماعية في بلادنا، خصوصا التعليم والصحة والتشغيل. وثالثا يتبين كذلك من خلال هذا مشروع قانون المالية وهو أنه يفتقد كذلك إلى القدرة على الاستباقية لمواجهة التقلبات الدولية، خصوصا بالنسبة لأسعار النفط. واعتبرنا أن هذا مشروع القانون المالية في آخر المطاف فهو مشروع يكرس الأزمة وأزمة الثقة، عوض أن يأتي بتدابير جريئة لاسترجاع ثقة المواطنين والمواطنات ولاسترجاع كذلك ثقة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويواصل في السياسات ديال ضرب القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، يواصل في سياسات التركيز على الأجهزة التحتية عوض تحسين مردوديتها، ويستمر في السياسات الهادفة إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية عوض تقليصها.